أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقة من عين على مصر. بحضور عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية، افتتحت شركة الفطيم العقارية الإماراتية المرحلة الأولى من مشروع كايرو فيستيفال سيتي باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، تصل مع اكتمال المشروع إلى نحو 17 مليار جنيه. الحكومة المصرية التي شاركت في افتتاح هذا المشروع أكدت أنه دليل جديد على عودة الثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، فيما وصف بأنه رسالة جديدة تعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري. جاء افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو فيستيفال سيتي التابع لشركة الفطيم العقارية الإماراتية باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، تصل باكتمال المشروع إلى نحو 17 مليار جنيه. مشروع رأى النور رغم كل التحديات التي واجهها طيلة السنوات الماضية، ما بين مشكلة حول أرض المشروع وأخرى تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في مصر. تقول مجموعة الفطيم إنها صبرت لثقتها في الاقتصاد المصري. كان الاختيار الأسهل في مواجهة العقبات والتحديات هو الانسحاب من المشروع، وكان يمكننا أن نستسلم مع استمرار المصاعب، لكننا قررنا أن نتحدى ونكمل الطريق حتى النهاية. ويمكن القول أن التحديات والصعاب والمتغيرات التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة مررنا بمثلها، لكننا أثرنا أن نكمل الطريق لإيماننا الشديد بأهمية المشروع، الذي يمكنني القول أنه يجسد للعلاقات بين شعبينا. الفطيم العقارية يعني التزمت بوعدها بأنها تبني المشروع كايرو فيستيفال سيتي، والنهاردة بنحتفل بافتتاح المرحلة الأولى واللي بتشمل كايرو فيستيفال سيتي مول، المركز التجاري الأكبر في مصر وفي أفريقيا. الفطيم لم تتوقف طوال 3 أعوام الماضية رغم الأحداث الصعبة اللي كانت بتمر بها الدولة لثقتها في مصر وفي شعب مصر. بدأ من الواضح أن ثمة رغبة لدى الحكومة المصرية للتأكيد على دعمها للاستثمار الإماراتي في مصر، وهو ما يفسر حضور عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية لافتتاح هذا المشروع. جاءوا ليس فقط للتأكيد على العلاقات الجيدة بين مصر والإمارات، وإنما أيضا لإيصال رسالة إلى المستثمرين ومجتمع الأعمال الخليجي مفادها بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز العقبات وجذب الاستثمار. من حيث الأرقام كبير جدا، إنما المردود الفعلي هو الثقة التي تظهر أو تظهرها هذه الاستثمارات في الاقتصاد المصري. وفي هذه المرحلة نحن في حاجة إلى هذه لمظاهر الثقة. وعاوز أقول لك إنه الهدف، أحد الأهداف الأساسية للحكومة الحالية، هو استعادة ثقة المستثمر وثقة الأسواق المالية العالمية. المرحلة دي المرحلة الأولانية في المشروع، هو بدأ في 2008 واستثماراته لحد دلوقتي 7 مليار جنيه، يعني ما يعادل مليار دولار، بل ما يكتمل هذا المشروع خلال مراحله المختلفة هيكون إجمالي استثماراته 17 مليار جنيه، ومفروض أنه من خلال كل المرافق اللي فيه وكل الأماكن دي هيوفر حوالي 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. فهو يعني أحد المشروعات الكبرى اللي بنفتتح جزء منها النهاردة، على رغم بعض المشاكل اللي يعني واجهت المشروع، إلا أن المشروع ماشي وشغال وبيقدر أنه يوصل بجدول زمني طيب، يعني ما فيش تأخير كبير على رغم كل الأحداث اللي حصلت. رسالة للمستثمرين في المنطقة العربية أن مصر راجعة تاني إن شاء الله، وراجعة بقوة تفتح ذراعيها للاستثمار العربي والأجنبي، أن مصر بدأت مشوار التعافي في قطاع السياحة، بدأت مشوار التعافي في جذب الاستثمارات العربية. النهاردة هو يعتبر فعلا تأكيد على دعم الإمارات لمصر، وبالذات في مجال الاستثمار الخاص، لأن الحكومة لوحدها غير قادرة أنها طبعا تستثمر وتخلق فرص عمل للشباب المصري، لابد أن الدولة تسهل وترحب بأي استثمار خاص، الاستثمار الجاد اللي بيبني لنا مصانع، بيبني لنا فرص عمل للشباب المصري. الاقتصاد المصري الحمد لله بدأ يتعافى، احنا عارفين النهاردة أحسن من امبارح، إن شاء الله بكرة أحسن. مع الاستقرار الأمني الاقتصاد بينمو، احنا أفضل بكتير. المشاريع دي بتؤكد هذا المعنى،
حجم المستثمرين اللي بيجوا يزوروني في مكتبي النهاردة علشان يتعاونوا مع وزارة التموين والتجارة، سواء في بناء صوامع، في بناء مطاحن، في استثمار أموال، في توريد سلع من كل دول العالم، ده معناه أن الحمد لله مصر رجعت لمكانتها ومصر بتحوز ثقة العالم. المستثمر له رؤية، معناه ان هو عارف ان هو هيعوض استثماراته ديت، وان المجال دي كويس، وان دي فرصة بالنسبة له. وطبعا الحمد لله ان حاجة مشروع زي ده هيشغل ناس كتيرة عندنا، هيفتح افاق كبيرة، وبيدي طمأنة للمستثمرين العرب والخليجيين في نفس البتاع، لان لما تلاقي المستثمر منهم ويعمل هذه التوسعات طبعا بلا شك ده هينعكس على المستثمرين التانيين. أما الحكومة الإماراتية فأكدت أن المشروع يحمل دلالة على استمرار الدعم الإماراتي للاقتصاد المصري من جهة، إضافة إلى وجود فرص استثمارية مغرية في مصر من جهة أخرى. هذا المشروع يعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية، والقدرة النوعية المتميزة والكفاءة الفريدة من نوعها لرجال الأعمال الإماراتيين. والجدير بالذكر هنا بأن هذا المشروع ليس بجديد على مؤسسة مرموقة مثل مجموعة الفطيم. وتؤكد الحكومة المصرية أنها تسعى جاهدة لحل مشاكل المستثمرين وبخاصة الخليجيين لإعادة الثقة في الاقتصاد بعد سلسلة من الأحكام القضائية وصفت بأنها تعصف بمناخ الاستثمار في مصر. إحنا عايزين إن شاء الله عشرات من المجمعات والمجتمعات العمرانية المثيلة. الاستثمار الإماراتي مرحب به، تقدير خاص لكل مستثمر إماراتي، تقدير خاص لموقف الإمارات. وإذا كانت هناك بعض المشاكل فتأكد إن احنا بننسفها نسف تشجيع للمستثمرين. هذه المجموعة في مصر من سنة 74، فبالتالي تعلم قيمة مصر، ورغم كل المشاكل يستثمروا في مصر. لا ننسى أن هذا المشروع اللي احنا واقفين قدامه النهاردة 4 مليار جنيه تم إنفاقهم، أو تم 3.2 مليار فقط بعد ثورة 2011. أعتقد دي رسالة إيجابية لكل المتشائمين، مصر بخير، علينا احنا بس كمصريين ان احنا نراعي الاهتمام بالاستثمار، لأن الاستثمار يعني تشغيل، يعني قضاء على بطالة. تعهد الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مساعدات مالية وعينية لمصر تجاوزت 12 مليار دولار، دفعت كثيرين لمطالبة الدول الخليجية الثلاث بضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، حيث أعلنت الحكومة المصرية أنها ستطرح 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال مؤتمر يعقد في مصر مطلع الشهر المقبل بحضور نحو 500 مستثمر خليجي. أعلنت شركة مصر للطيران أن قرار العديد من الدول برفع حظر السفر إلى مصر ساهم إيجابا في نمو أنشطة الشركة خلال الفترة الحالية، بعد أن تأثرت سلبا بتراجع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر. التقينا هذا الأسبوع بالسيد حسام كمال، وهو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، والذي أكد أن الشركة تسعى لزيادة أسطولها الجوي والوصول إلى وجهات جديدة سيما في القارة الإفريقية. طبعا إحنا في مصر طيران يمكن عندنا بنشتغل على في كذا محور، محور السياحة ومحور الحج والعمرة ومحور المصريين العاملين بالخارج اللي بيجوا في اجازات. يمكن الدروب اللي عندنا اللي حصل في الفترة الأخيرة هو الدروب بتاع السياحة والمستثمرين، انما المصريين بيسافروا ويجوا، الحج والعمرة شغالين الحمد لله، يمكن ده اللي عمل لنا باكينج في الفترة الأخيرة، انما ابتدى نسبيا دلوقتي السياحة تبتدي ترجع تاني، وفي وورنينجز اترفعت كتير جدا من على مصر في المرحلة اللي فاتت، وابتدى يبقى فعلا في حجوزات تاني للسياح انهم يرجعوا لمصر تاني بالذات في المنطقة بتاعت الريد سي. فانا ام اكسبكتنج ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هنرجع تاني للنورمال نمبر اوف باسنجرز اللي احنا كنا شغالين بيه الاول. يعني هل يمكن القول انه هناك نمو في اعمال مصر للطيران خلال هذه المرحله؟ كان حصل دروب كبير بعد 30 يونيو، انما ابتدى يحصل ريكفري تاني. وما هي استراتيجيه مصر للطيران خلال المرحله المقبله؟ ان شاء الله احنا بلاننج في المرحله الجايه ان احنا نعمل احلال لبعض الطيارات اللي عندنا، لانها طيارات في عندنا طيارات ادميت، انا يمكن الافريج ايج بالنسبه لاسطول مصر للطيران حوالي 9 سنين حاليا، احنا بلاننج ان هو ينزل ل6 سنين. في عندي طيارات اصبح تشغيلها النهارده غير اقتصادي لانها ادمت، فابتدي اعمل لها ريبليسمنت، وفي عندي اكسبانشن تاني للاسطول بتاعي بحيث ان انا اوصل لعدد حوالي 130 طياره في المرحله اللي جايه within the next 10 years. ده هيزود لي الساعه المقعديه بتاعتي، وفي نفس الوقت هفتح حوالي 40 ديستنيشن جديده. بالنسبه برضو لمصر طيران، انا حرك احنا 9 شركات في مصر طيران. عندي شركه مينتننس فيها توسع بيتم، في شركه جراوند هاندلنج انا بفتح بيها دلوقتي، ببص على الوايت سبوتس الموجوده في افريقيا علشان نعمل اكسبانشن ان احنا نقدر نشتغل هناك. عندي كاترينج بتوسع فيه، عندي شركتين طيران، شركه اكسبرس ودي شركه شغاله دوميستيك وريجنال،
والشركه الانترناشونال بتاعتي بلس شركه الكارجو برضو احنا عندنا بلانز ان احنا نتوسع فيها ونزود عدد الطيارات بتاعتنا. كان هناك تقارير سابقه انه كان في تخفيض لوجهات السياحه لعدد من البلدان قبل 30 يونيو، هل كان هذه التقارير صحيحه وهل عدتم الى التوسع في طيران هذه الوجهات؟ لا، بالنسبه للديستنيشنز او البوينتس التورستيك الحقيقه ما رجعناش تاني نتوسع فيها، لان لسه السياحه ما بداتش انها تعود لمعدلاتها الطبيعيه عشان انا ارجع لمعدلاتي الطبيعيه. يمكن عندي بعض الخطوط اللي يمكن معلقه حاليا حتى مش شغالينها خالص زي طوكيو واوزاكا، انما وي ار بلاننج ان شاء الله ان احنا نرجع نفتح تاني بمجرد ما الورنينجز اللي محطوطه او الريستريكشنز المحطوطه من الحكومه اليابانيه على زياره مصر. وما هي الفرص المتاحه للقطاع الخاص المصري او الاجنبي للاستثمار في قطاع الطيران في مصر خلال المرحله المقبله؟ كان في اجتماع معمول مع الزملاء بالشركات الخاصه، والماركت مفتوحه للشركات الخاصه، بحيث ان احنا كلنا مع بعض سواء مصر طيران او الشركات الخاصه از تيم ان احنا نخدم مصر مش ان احنا ننافس بعض. فاحنا بنحاول ان احنا نتوسع في النتورك بتاعتنا، احنا مع الشركات الخاصه ان احنا عاملين نتورك كبيره جدا تخدم جميع الديستنيشنز اللي في مصر. وهل لديكم خطط للتوسع في وجهات سياحيه جديده خلال الفتره المقبله؟ احنا ان شاء الله البلانز بتاعتنا في عندنا خط جاكرتا هيفتح خلاص شهر 12 باذن الله فيا بانكوك. في اوريدي احنا فتحنا مانشستر، فتحنا تورونتو السيزون اللي فات ده على طول، فتحنا ابيجان في كوت ديفوار، وفي بلانز دلوقتي او في ستادز بتتم عشان نشتغل الويست كوست في اليونايتد ستيتس، وفي عندنا هونج كونج ان شاء الله برضو في البلانز بتاعتنا، بس يمكن معطله شويه نتيجه برضو الورنينج اللي معمول على مصر من هونج كونج. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من عين على مصر، الى ان نراكم في حلقه قادمه في امان الله.